لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة تونس نجم الدين العكاري المحلل السياسي. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة على قناة الحرة. يبدو أن بدأت المهمة المستحيلة لرئيس الجمهورية وهي البحث عن شخصية توافقية وسط العواصف السياسية التي يشهدها البرلمان، هل سينجح؟ قد ينجح وهو محمول عن النجاح باعتبار أن الأزمة السياسية بلغت مداها في تونس، والآن هو دعا الأحزاب والكتل البرلمانية إلى تقديم مرشحها من هنا إلى يوم الخميس القادم حتى يتولى هو اختيار أحدها أو اختيار شخصية يراها الأنسب أو الأقدر لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة تكون قادرة على المرور، رغم أن العديدين لا يخفون أن رئيس الجمهورية يريد تقديم شخصية تحظى بأوسع وتكون نظيفة اليد وقادرة على إخراج الاقتصاد الوطني التونسي من أزمته الخانقة التي تكاد تعصف به. نعرف أن إنتاج الفوسفات توقف منذ 55 يوما، ومنذ يومين توقف ضخ البترول، وهنالك تهديدات من شباب الكامور للوصول إلى حق نوارة للغاز وهو أحدث الحقول وأكبرها في تونس. نعم. هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحاول رئيس الجمهورية أن يجد لها مخرجا، رغم أنه دعا اليوم شباب الكامور للقدوم إلى قصر قرطاج والتحاور والتهدئة. نعم. لكنهم في آخر طيب أستاذ وقت يعني رفضوا ذلك وطلبوا. نعم. منه التحول إلى التطاوين. نعم، هذا يعني اجتماعيا، سياسيا لو نجم الأحداث الأيام الأخيرة المتسارعة، ما الذي حدث؟ يعني لماذا قررت النهضة الانقلاب على الفخفاق وعلى حلفائها في الائتلاف الحكومي؟ لماذا أصبح قلب تونس عزيزا جدا على قلوبهم؟ قلب تونس نعرف كما يعرف الجميع كان منعوتا بحزب الفاسدين وبالحزب الذي لا يمكن التحالف معه من بقايا التجمع السابق، وكل هذه النعود التي بنت عليها حملة حركة النهضة في الانتخابات أواخر ديسمبر من السنة الفارطة. لكن الآن هنالك نوع تحالف لي كسر شوكة التيار وحركة الشعب وبناء تحالف داخل البرلمان يقطع مع هذا التحالف الحكومي الذي رفض سيطرة حركة النهضة على بقية الأحزاب. يقولون في التيار وفي حركة الشعب وفي بقية الكتل بأن حركة النهضة تتعامل مع الجميع بتعالي، برغم أن وزنها الانتخابي ووزنها في البرلمان لا يتجاوز بكثير 20%، لكن حركة النهضة وجدت أن الفخفاخ لم يطبق مطالبها سواء في توسيع الائتلاف وضم قلب تونس وائتلاف الكرامة، وأيضا في الحصول على مناصب عليا سواء في الإدارة أو في حركة الولاة والمعتمدين. السيد الفخفاخ لم يكن مثل ما كان يوسف الشاهد الذي قبل بطلبات حركة النهضة وطبقها، لكن السيد الياس فخفاخ قام بها فوجدت له حل التضارب المصالح، رغم أن قيادات منها قالوا إنهم كانوا يعرفون بمشكلة الصفقات وبمشكلة تضارب المصالح منذ أن كان الياس الفخفاخ مجرد مرشح لرئاسة الحكومة، لكن الآن وحد هيئة الرقابة لم تقل أن هنالك تضارب في المصالح، بل قالت أن هنالك إخلالات قانونية وأخطاء في القوانين المنظمة واستفاد منها الفخفاخ. القضاء فتح هذه القضية والقطب القضائي والمالي باشر هذه القضية وسيصدر قرارا اعتمادا على تعيين خبراء في هذا المجال لمعرفة. نعم. إن كان الفخفاخ أجرم وتعلقت به شبهة فساد أو شبهة تضارب مصالح. في هذا الجو الخانق أيضا هنالك على المستوى السياسي خصام كبير في البرلمان منذ أيام بعد اعتصام حزب الدستور الحر والتشابك مع حركة النهضة أولا ثم مع ائتلاف الكرامة، وأيضا هنالك التشكيات التي. نعم. قالت رئاسة البرلمان إنها قدمتها وأحضرت عدل تنفيذ لإيجاد هذا، وأيضا هنالك سحب الثقة من رئيس البرلمان. نعم. رئيس الغنوشي هناك وتوفر هل تتفق مع من يرى تعيين جلسة هنالك أن هذا ليس فقط صراع سياسي برلماني بل هو جزء من اللعبة الديمقراطية الداخلية، أم ربما ببساطة يعني امتداد لصراعات المحاور السياسية العربية وغير العربية؟
هو إلى حد ما نرى أن الخلافات تدار إلى حد الآن بأقل قليل في البرلمان، تدار بصفة ديمقراطية وباستعمال الآليات الديمقراطية، سواء في طلب استقالة رئيس الحكومة أو محاولة سحب الثقة منه ومحاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان، تدار بآليات ديمقراطية، لكنها تخفي خلافات بين الأحزاب السياسية سواء داخل الائتلاف الحاكم أو في المعارضة، وهي أيضا تخفي علاقات وبمحاور في الإقليمية سواء للحركة الإسلامية وارتباطاتها كما يقال بقطر وبتركيا بالمحور القطري التركي، وأيضا بالنسبة لبعض الأحزاب الأخرى وارتباطاتها، وخاصة بالنسبة للحزب الدستوري الحر بالحلف الإماراتي السعودي المصري. هكذا يقول كل طرف يتهم الطرف الآخر. أحد الأطراف نجح ببرنامجه حتى الآن على الأقل وأطاح برئيس الحكومة، ماذا عن الطرف الآخر؟ هل سينجح بعزل رئيس البرلمان؟ الرئيس البرلمان ومحاولة عزله قد تتدخل فيها محاولة تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أن جزءا مهما الآن بلغ قرابة 100 وهو قادر على عزل رئيس البرلمان، لكن قد تتم في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعض الإغراءات وبعض سواء النواب المستقلين أو لبعض الكتل لاستمالتها، وحتى تتأخر عن تقديم سحب الثقة وتتراخى في هذا مقابل الحصول على مناصب وزارية في الحكومة القادمة. هذا تقوم به حركة النهضة في مشاوراتها مع بعض الكتل التي دخلت في مسألة سحب الثقة من راشد الغنوشي، لكن قد يتغير كل ذلك عبر المفاوضات، وفي انتظار تعيين جلسة للبرلمان للنظر في هذا الملف. هناك مطالبة بتدخل القوى الأمنية لوقف ما يجري في البرلمان، هل ستستجيب؟ وبالمناسبة، ما هو موقف الجيش والداخلية من حرب الكل ضد الكل في دقيقة لو سمحت؟ الجيش عادة لا يتدخل في المسائل السياسية، وهو دوره في حماية الحدود وفي حماية المؤسسات العمومية وخاصة المؤسسات الكبرى النفطية والغازية وغيرها، باعتبارها تقع حسب القوانين الأخيرة في التراب العسكري. لكن بالنسبة للأمن لا أعتقد أنه بإمكانه الدخول إلى مبنى البرلمان وفض الاشتباكات إلا إذا حدث عنف كبير هناك. شكرا لك نجم الدين العكاري المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس.